السلام عليكم، انا سميتي نورا ناظم اسعد طاهر من الامارات، عندي 14 عام، وهذو اخوتي محمد طاهر وخالد طاهر واحمد طاهر. بابا تزوج ماما مني كانت في المغرب وداها الامارات وعاشت معاه 14 عام، وعنفها وعذبها ويعني هرسها من عنقها وهرسها من صبعها وتمارس عليها جميع انواع العنف، ودابا دخلها للحبس حيت شناها شيكات تحت التهديد، هز عليها موس قال لي يا اما تسني ليا يا اما نقتلك. وماما حيت كانت كتخاف منه فمشت يعني سنات ليه الشيك. من بعد مني سنات ليه الشيك دفع الشيك وكتب فيه بخط يدي 1,675,000,000. فين كيتصورها العقل؟ فين؟ واش هي ماما مسكينه ما عندها باش توكلنا، ما عندنا باش دير لينا؟ واش هي غيكون عندها هذا المليار و675 مليون؟ الا كان عندها غندخلوا يعني غنعيشوا في قصر، ماشي غنعيشوا في ابارتمون فيها 80 متر. ونحن خوتنا الربعه دابا دفع ليها ماما الشيك ودخلت الحبس، ودابا نحن مشردين، ما عندنا حتى واحد يعاوننا، ما عندنا تشهد، ونحن بغينا ماما ترجع لينا، وماما مسكينه ما دارت والو. راه واش دخل الحبس على قبل شيك، على قبل وظلم ظلم ظلم يا ربي ظلم. فين كيتصورها العقل؟ فين؟ راه 1,675,000,000 ماشي سهله، ماشي هي ما خدامه ما والو، كاسه ربات بيت يعني ما دارت والو، وباغي ينتقم منها. ودابا نحن دابا بغينا شي واحد يعاوننا، وبغينا يعني بغينا هادشي يوصل لجميع انواع العالم، وبغينا ودابا نحنا ما عرفنا شنو نديرو، وبغينا يعني شي واحد يعاوننا، شي واحد يخرج ماما من الحبس. ومسكينه ما درت والو، كتعذب على والو، واش انا وخوتي الربعه ونحنا شنو ذنبنا؟ نحنا جينا المغرب، بابا كان شدو على كانوا جدو على قبل احسبوه من الاخوان المسلمين، وشدو في المطار وثلاث ايام وهو في المطار وما لابس والو، وكيقلبوا معاه وكيحقوا معاه ورابطين لي عينيه ورابطين لي يديه. ومن بعد ملي خرج من التحقيق مشى قال لماما يلا 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 مشيو، راه صافي ما بقيتش نبقى في الامارات، وجاو المغرب واستقر هنا في مراكش. كنا ساكنين في ابارتمون كانت ديال ماما فيها 80 متر، من بعد هو شرا الفيلا وبناها، ومن بعد تحولنا لتماك في ملك بابا، ودابا نحنا ما بغينا، هو باغي يدينا بالزز وكيمارس علينا جميع انواع العنف، جميع انواع العنف. هرس خويا من ظهرو، هرس خويا الاخر كان ضربو الكلاوي ظلم، وهرس صرف خويا يدي بحال ما صرف خويا خلاه كله دمايات، وانا لا حاليا كنوع حاليا بحال الموس في راسي كله تحل من هنا كله دم، وكيضربنا وكيضربنا عصا وانا ما كندير والو. وتو كان كيتعاطى المخدرات وكيخلي ضربو ماما، وماما مسكينه ما كدير والو. واحد المره هز علينا شي نويه كان باغي يقتلنا كاملين، قال لي
الظلم، ربي ما كيتقبلش الظلم، ودابا غتبان فيه ان شاء الله. دابا انا كنسمع جداتي. ماما ماما